مسمي نصلي على نبي الإنسانية، ده شريف حديث اللي وصل لي حماني من دنيا دنية. وغيب يا شمس عصاري وهل شمس الأنصاري، شايل في يده رايه الحج مرفرفه في أعلى الصاري. ومدد مدد يا أنصاري، مدد مدد يا أنصاري. وشمس ده كان أبو حجاج، عاجل يجي محجاج وبالحج، واخته وابو غرجه في امواج، سيل دم خربط عدل وطج. كم حج هو واخواته وامه وشلطه رمواته، وسع يا شمس الخير ناسك لاجل ان اساسك يتماسك. وغيب يا شمس عصاري ومدد مدد يا انصاري، مدد مدد يا انصاري. رمى حمله على الحي الجيوم والحج على ما يعلى عليه، كان واعي كنه عياجي اليوم والحج يسعى المنسى عليه. بجد شمس مكان صالح وعيسعى دايما في الصالح، عمره ما سامح ولا صالح على دم ابوه اخته الجاري. وغيب يا شمس عصاري ومدد مدد يا انصاري، مدد مدد يا أنصاري. يا سامح بيه، احنا اكابر حتى في الموت. مش فاهم يعني ايه الكلام ده. يعني ابو الفضل متدسر مات موتة ربنا، واللي جنبك بتقوله ده ما حصلش. انا مش جايب حاجه من عندي يا عطيه بيه، اخوك كان قاعد مكانك هنا واتهم شمس الانصاري انه اتعرض له. اللي شفناه من شمس ما يقولش انه عايز يقتل حد فينا، ما احنا قدام عينيه، يعني ما منعهوش حاجه لو عايز يقتل حد من عينيه متدسر. طب ما هو قتل اخوك نادي. مرته وعزيزه وقفت وقالت في وسط الخلق ان هي اللي قتلت. انت ليه بتقلب علينا المواجع يا سامح بيه؟ يا عطيه بيه، الباشا قصده يطمن ويطمنك. تشريح جثه المرحوم ممكن يدلنا. الملك له حرمته يا احمد بيه، وبعدين ادي شهاده الوفاه في جيبه اهي. اتفضل جنابك اقراها، هتعرف انه مات موتة ربنا. خلاص يا عطيه بيه، من غير ما تورينا حاجه. احنا كل اللي عايزين نمسكوا خيط يدلنا على شمس الانصاري عشان نريحكم منه. عيلة مدسر ملهاش صالح بشمس الأنصاري. كيف يا عطية بيه؟ مش أبوه كان بيشتغل أجري عندكم؟ وطردناه من زمن لما لقيناه بيسرق من أرضنا هو وعيلته في محضر بالحادث من زمن عدى. يا عطية بيه خلاص يا أحمد، اللي يشوف الأخ عطية، احنا بس كنا عاوزين نساعد. شكرا يا سامح بيه، السلام عليكم. عليكم السلام، شرفت يا عطية بيه. كيف الكلاب في الشوارع من غير صاحب ولا عزوة؟ ربنا منتجب يا ماي، ربنا منتجب، بيورينا فيه قدرته. حرقت قلبه على ولده، كيف ما اتحرقت قلوبنا على أسامة يوم المحرات كان رجله ووقف يتفرج. العين بالعين يا أم شمس، العين بالعين. وأبوي حجاج الأنصاري
شاف أسامة قدامه سنين طويلة والمحرات واكل رجله، وأنا كان لازم أرد ديه لأبو الفضل وأحرق قلبه قصاد اللي حمله معانا. دلوقت هو عند ربك وحقنا خدناه مني، وأنا راضية باللي حصل. اغسل يدي بدمه، وبوعدك بوعدك قصاد ربنا بالقصاص، ما حسيبش الجبال يتهنى بعمره. حياجي أبوي اليوم اللي حرفع راسي فيه وأقول للخلق كلهم أنا بيدي بيدي أخذت بطار حجاج الأنصاري. أبوي بقى لي كتير ما قلتهاش، وحشتني قوي يا ابويا، اشتقت الحضن القوي، اشتقت الحس القوي، اشتقت لك قوي يا ابويا، اشتقت لك. يبقى صح كيف ما بتقول، صح كيف ما بتقول إنه ما كانش بيكذب على الناس، بس كان بيكذب على نفسه، وفضل لحد ما مات وهو بيكذب 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 على نفسه لحد ما كانش عايزسي لحد ما كانش عايزسي يصدق إن وريثه هو اللي حنى ظهره، حنى ظهره وخلى دماغه بقت رشقة في الدنيا. يا صالح بيه، ما يجوز على الميت إلا الرحمة. لا على قولك ما يجوز عن ميت الا الرحمه، ربنا يولع فيه. امين امين. بس مين يقتعز يا صالح بيه؟ مين يقتعز؟ مين يقتعز؟ الاقتعاز هو انه يقتعز، هي دي اللي فيها الاقتعاز، انما ما اقتعصي وما قبل ما يقتعز. بالعقل دي أوزع على الناس حاجة دلوك ليه يعني؟ لأجل ما تكسب ود الناس بوردك. كفاية عليا ودك أنت يا شيخ يافع، وبعدين هي مش التبرعات وصلت الجامع في ميعادها؟ بس الزيت والسكر والدقيق بيخلي طعم الصدقات أحلى والبلد مليانة غلابة. طمنهم أنت يا يافع، أول ما بقى العمدة وبقى كبير الخطارة اوعدهم إني حديهم من الزيت والسكر والدقيق. ها؟ دقيق وزيته. طب ما يستنوا على الدقيق لحد ما امسك العمودية.
رجعك حماده. وفين عزيزه؟ وقعنا في كمين على الطريق وضربوا علينا نار. وحصلوا لها عزيزه؟ صابت وخدوها قتلوها اولاد الكلاب ضربوها بالنار. القهوه اللي حكم على نفسه بالموت. اشتهي والكلب الجبان ده اخره. الليله يا حماده الليله حنحرق المركز. مركز باللي فيه. بلاش نعملوا حاجه وانت في ساعه غضب يا كبير. انت عقلك غايب يا شمس. شمس ما يغيبش. شمس ما يغيبش يا حماده. ودم عزيزه ما يروح الشدر. ودم كل اللي راحوا ما يروح الشدر. جهز احسن رجال عندك في الابعديه يطلعوا الطلعه دي. كله في مكانه. سلمتها بيدك للفلال وبعت لك السلام. زين تعال. الاخبار اللي بتتقال بره دي صحيحه؟ الحمد لله قبضنا على عزيزه منشاوي المتهمه في قضيه قتل نادي متدسر، وبكده نبقى قفلنا اول ملف مفتوح وجبنا المتهمه الهربانه. وهي فين؟ في المشرحه. يعني ماتت؟ طب بالاذن يا فندم. على فين يا سامح؟ هروح اشوف الجثه. جثه ايه يا ابني اللي رايح تشوفها؟ بقول لك قضيه قتل نادي متدسر اتقفلت خلاص. تم العثور على المتهمه واثناء محاوله هروبها حصل تبادل اطلاق النار وانتهى الامر. يا ريت الامور تكون بالسهوله دي يا سياده اللواء. اهبجت بالسهوله دي يا سامح باشا. طب وشمس الانصاري؟ ماله ده كمان؟ اللي خلاه خاطر زمان ويهربها من عربيه الترحيلات. اللي هيمنعه انه يجي ياخد بطاره ويهجم على الاسم. يبقى جه في وقته علشان عاوز اقفل القضيه دي كمان. عايز ارجع مصر. احمد يا درويش ابعت إشارة للمديرية بتجهيز دعم وخليه بس يفكر يقرب من الاسم. تعليمات الوزارة هي الضرب بالذخيرة الحية، مش عايزينه حي. مش هرتاح ولا يهدالي بال غير لما اشوفه غرقان في دمه. ده بلد بلد بناسها لو قامت عليه تقلع وقلع. ده مخالف للشرع والقانون ومهدر دم. انا عايزه يطلع من شقوق الجبل اللي مستخبي فيها ويقب بدماغه، وساعتها هطيرها. الكلب ده مش هيفرد ايدي المره دي.
بلد بتولع يا شيخ يافع، كل يوم مصيبة جديدة، كل يوم حريقة هنيه وقتيل هناك، حاجات ما شفناهاش قبل سابق يا شيخ يافع. أنا أقولك يا طيبي، إحنا في أيام غبرة ما يعلم بيها إلا ربنا. إيه الله يرحمها، أيام ما كانت العمودية في بيت مدسر. كانت أيام الكل فيها بيمشي جنب الحيط ما قادرين يشنطوا. أيوة، والناس كانت عايشة مبسوطة، إنما دلوق تبيت غني تصبح تلقى ولد الأنصار يسعرك بهايمك، تبيت فقير تصبح تلاقي نفسك مقتول. ما هو الفضل الله يرحمه هو اللي ما قدرش يحافظ على العمودية. حترجع يا شيخ يافع، ربنا يولي من يصلح. واللي عايز يصلح يعمل ايه يا شيخ يافع؟ شور علي، انت راجل اهل خبرة في الحاجات دي، شور علي. هي شغلانة واحدة ما فيش غيرها هي اللي تنفع، وهي اللي خلت العمودية في دواركو ونقلت العمودية لبيت ابو الجود. قول يا شيخ يافع، ما تقعدنيش على نار. اطعم الفم تقوم تستحي العين، الزيت والسكر والدقيق، ويا سلام على عجل ولا اتنين تتوزع لحمتهم. والحاجات دي اللي هترجع العمودية؟ اسأل مجرب ولا تسألش حكيم، مش بيقولوها كده يا عمدتني؟ أخيرا اتقابلنا والآية معدولة. الآية طول عمرها معدولة سامح باشا، أنت حكومة وأنا صاحب حق. إحنا الحكومة صح، وأنت مجرم هربان حرامي وبتسرق المواشي. سرقة المواشي دي اللي بتقول عليها يرجعوا بيها حقوق الناس اللي بتسرقوها عين عينك، يعني بنرجع الحق. انت مجرم هربان، ارمي سلاحك وسلم نفسك. Ugh!
تأسفت يا بدران. مش هنا يا جنابك. تجب وتغطس وتجيبه على قدك. خير يا جنابك. خير؟ هاجي منين الخير؟ البلد كلها بتحكي عن المركز اللي بيحرق وادي الأنصاري، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل هناك. تحب انا اروح يا بيه؟ قلت لك هات لي بدران. اللي تؤمر بيه جنابك. كانها ناقصة حرايق. كفاية البلد اللي اتحرقت. عاوزة تسيب المطرح وتمشي؟ يلا غوري في 60 خرارة، بس مش هتخط برا الباب ده ومعاكي قشاية، يعني كيف ما دخلتي هتطلعي. لا أنا كنت جيت لك عريانة إياك، دي خلقاتي. الخلقات دي مالكيش فيها خيط إبرة، والحاجات دي كلها أنا اللي جايبها بفلوسي بحر مالي. حوش الفلوس والهنا اللي كنت معيشني فيها زنت الرجالة ومهملنا بعزك فيها ليل ونهار. بعد عن طريق يا بدران، وهملنا اخد خلاجاتي وامشي احسن حسي يعلى والخطرة كلها تسمع. وادي خلاجاتك اللي انت خايفة عليها وعايزة تاخديها معاك اهي اهي. خرجت برا الباب أولع فيكي وفيهم وأخليك أنت وهم كوم تراب. اكسر الشر يا بدران واشتري عمرك، أنا بقول لك أهو. وما تسوقش الجنان علي عشان أنت عارف إن أنا مجنونة وأجن منك. شمس والحجاج الأنصاري ما هوش عايش في جمجم ولا في سرداب تحت الأرض، يعني وقت ما يطلع في دماغي أجابله حجابله. وأنت عارف زين إن أنا صادقة في قولي. ما تفتحش على نفسك باب جهنم يا بدران وهملني. انت بتخوفيني بالانصار يا بنت المخلول انت. ده انا بدران يا بنت، انا بدران. نسيت اياك عاد. الخبر اللي جابك اللي بعدي هنا وكاشف وشك، عرفت ايه؟ عرفت مين اللي قتل حجاج الانصار يا كبير. مين يا بلال؟ بدران، نسيت اياك عاد. لا يا بدران ما نسيتش، وحفضل فاكرة طول عمري انك بدران ابو قلب ميت. بدران اللي لو شمس وتحجاج الانصاري عارف هو عامل ايه هيفرج لحمه عكلاب الخطارة. شمس وتحجاج الانصاري اللي جرسك ومسح بكرامتك ارض الخطارة عشان بتاخد اقتاوة وفردة من ناس غلابة لا هم من اهله ولا جرايبه. شوف ممكن يعمل ايه عاد لما يعرف ان بدران العصر هو اللي طخ ابوه واخته زمان وهو عيل صغير، وان بدران ده هو اللي بيدور عليه قتيله زمان. الله يلا عليك ويلا عن اليوم اللي شفت خلقتك فيه واتجوزتك. كتجوزت الندامة، الله يلعنه يوم ويلعنك. يعني اعمل فيك ايه دلوقتي؟ اعمل فيك ايه؟ اخلقك واخلص منك؟ تخلص مني صح، بس عمرك ما هتخلص من شمس وتحجاج الانصاري. منك لله يا ابوي لما جوزتني الكلب زي ده كان يوم اسود علي. تضربني يا بدران يا عره الرجاله؟ بتمد يدك على حرمه؟ بتتشطر علي اللي كاتمه سرك بقالي سنين؟ طلقني يا بدران. غوري وانت طالق اتلم خلقاتك ودوري برا البيت، داهية لا ترجعك. غوري.
صادق فاكرني ياك. بتعمل ايه يا حاج؟ والشمس مهما تغيب عتعود وشمس الأنصاري معاود جاي فارد العود ومواعود يسود وايام وتهاود ويروض الزمن الضاري. وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويهلي شمس الأنصاري. صالح ويعيش وكنه ليه كاسمين واسمنا عايشه في الصالح ومدبرينها سوا ورسمين وده في دك هام الداري. وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويهلي شمس الأنصاري. شمس ناسك عيحبوك على قد ما ترد حقوقهم ويوم ما تقتل كاتل أبوك واختك دماهم فعرقهم عتقول دخل طار وطاري. وتغيبي وتغيبي ما تغيبي وتغيبي وتغيبي يا شمس عصاري ويهلي شمس الأنصاري.